المغرب هو أرض خصبة لتجار الدين. إحنا كمؤمنين ما عندناش الحق. الناس ملتحين كنا تنخافوا. كاينين عدة كنائس اللي رسمية في المغرب. هو الفكرة جات من عدد الأسر المسيحية في المغرب. هو تكريم للأسر المغربية المسيحية اللي فتحت المنازل ديالها ككنائس بيتية وقبلت واستضفت المؤمن الناشئ وتتعطيه الآن تتعامل معه حصة في الأسبوع باش تقدر تساير الواجب الكنسي. الكنيسة هي جماعة مؤمنين. هذوك جماعة المؤمنين فين ما مشاو واجتمعوا وداروا الواجب الكنسي ديالهم راه هذيك المنطقة اللي تتجمعوا فيها تتسمى منطقة مباركة. أنا وإليا العام الآخر كنا تمشيو نديروا الكنيسة في البحر. كانوا بعض الإخوان توقفوا لنا في الدار وهذه والناس ملتحين كنا تنخافوا. تنمشيو للبحر تنجمعوا حنا ستة الناس خمسة الناس كل خطرة وتنديروا الكنيسة الواجب الكنسي ديالنا تنديروا في البحر تنديروا العيضات تأمل العشر ديالنا كسر الخبز ديالنا تنديروا هذا الواجب الكنسي تنديروه كامل. الكنائس البيتية هي بمثابة ملجأ المؤمن ملي تيبغي يجلس ويعطي الواجب الكنسي ديالو وتلقى راعي او خادم اللي تيتابع معاه تيوجد ليه العظة وكذلك تنعرف الحوايج اللي ناقصين كنت في الايمان وضعاف فيهم تنوجدهم لك باش نزيد نقويك في النمو الروحي ديالك. والكنائس البيتية هي كثيرة في المغرب الان لان احنا تنعتبر اي اسرة مؤمنة مسيحية فهي تعتبر ككنيسة. الشيء الملفت الدار البيضاء مراكش أكادير الرباط كذلك وجدة هادو مناطق اللي فيهم المؤمنين الأسرة. ما تنهضرش على المؤمن يعني كأعزب تنهضر على الأسرة الراجل الإنسان اللي عنده الزوجة ديالو وعنده وليدات ديالو ومؤمن مسيحي. أكثر مدينة اللي فيها الأسر المسيحية واللي فاتحين البيوت ديالو ككنائس بيتية هي مراكش والسبب لأن مراكش فيها عدد ديال الأجانب والأجانب هما حاجة طبيعية منين تترافقوا وتتجلس معاه وتتشوف السلوك ديالو وتتشوف الأخلاق ديالو تيعطيك واحد الشهية في البحث. والناس اللي أمنوا تقريبا كلهم مجهودهم الخاص تيقلبوا تيبحثوا وتعرفوا الحقيقة وتتغرم بفلسفة المحبة في المسيحية وتعتنق المسيحية. التأسيس ديال الاتحاد جاء رغبة ديال عدد ديال المؤمنين المغاربة وجاء في الطرف ديال هاد الثلاث شهور لوقيت اللي المؤمن المغربي طلب شهادة المعمودية من الكنائس الرسمية في المغرب. الكنائس الرسمية رفضت شهادة المعمودية. كاين الناس اللي تنكروا كاين الناس اللي طردوا من الكنائس كاين الناس اللي ما بقاوش كاع تيتواصلوا معاهم هاد القادة ديال الكنائس. الأسر المغربية اللي فاتحة المنازل ديالها ككنائس خدات مبادرة وعلنات على تأسيس كاتحاد المسيحي المغاربة. السنة وتقريبا أكثر من سنة وهذا الاتحاد هذا تيعمل بشكل سري. كانوا تواصل كانت مشاورات كانت يعني الناس خدوا شواهد من عند الإخوان دي المؤمنين اللي تعرضوا للاضطهاد من طرف الكنيسة. هذا هو المغزى باش تأسس الاتحاد المسيحي المغاربة. هاد التنسيق هذا تقريبا هذه سنة وحنا تنتواصلوا كأسر مسيحية تنتواصلوا عبر الهاتف عبر الواتساب تنبحثوا في الفيس. كانت زيارات مؤخرا زرنا بعض الأصدقاء ديالنا في الناظور في كاسياخو في المحمدية عندنا أسر أصدقاء ديالنا في الدار البيضاء. هاد الأسر هي عندها أسر وكما تتعرفوا المسيحيين هما سلسلة غادين يعني واحد الحياة التشاركية ضروري. أنا ما نكليش نعطي ظهري لواحد الأخ مسيحي
نتواصل معاه ونعرف الأحوال ديالو. وهكا بقت العملية هاد السنة كلها وغادا يعني تتبلور، ولت يعني واحد الأسر هي اللي تتدبل الآن، هي اللي شدد، هي اللي يعني اللي حطت هاد المضمون هذا، وحطت ليه المسائل، يعني حطت ليه برنامج ديالو. البرنامج ديالو الأول هو متابعة شؤون العابرين، يعني هاد المتابعة أرى فيها عدة نقاط، مثلا تكون واجب كنسي وعيضات موحدة، تأملات موحدة. ثانيا تكون متابعة العابر في أي مدينة، في التواصل معه وفي الطمأنينة ديالو وتقوية يعني الإيمان ديالو. وكذلك تكون المعمودية في واحد الوقت وتعطى شهادة المعمودية. كاينين الصعوبات اللي طحنا فيها، ما طحنا في الصعوبات من الناس اللي محتكرين الكنيسة وتيستافدوا من الدعم المادي والإرساليات اللي تجي من برا. مثلا باش نكونوا واضحين، كاينين عدة كنائس اللي رسمية في المغرب تابعة للاتحاد الكنسي الإفريقي وتابعة للكنائس ديال أوروبا، والمغرب هو أول دولة في العالم العربي اللي تشد دعم كنسي مرتفع. المغرب هو أرض خصبة لتجار الدين، تيجيو مصريين، تيجيو كوريين، تيجيو عدد من الناس من أوروبا، تيصيدوا يعني داخلين بصيد، تيقلبوا على المؤمن اللي باقي له آمن، تيجيو تيصوروه وتياخذوا إمضاءات ديالو ومن بعد تيهملوه. علاش؟ باش هما يستفدوا من الدعم. هاد المسألة هادي هي اللي خلت يعني الأسر اللي عندها الغيرة على المؤمن المغربي وعندها غيرة على المسيحية باش تحرك وتوقف هاد الناس هادو عند حدهم، وكذلك تهضر بصفة علنية. عدد ديال المؤمنين اللي الآن هضروا بصورة مكشوفة واستنكروا هاد المشكل هذا ديال هاد التجار الدين. وكذلك كنا درنا واحد المباشر كان ناجح جدا، يعني عدد ديال التواصل وصل لواحد المستوى مرتفع اللي كانت فيه شهادات ديال عدد المؤمنين على التجارب ديالهم مع هاد القادة الكنائس، على الناس اللي طاحوا في الاضطهاد وما لقاوش المساعدة. احنا تن اول شيء تنقلبوا على الدعم الروحي، الدعم المادي راه ما عندوش مشكل. الدعم المادي راه اي مؤمن في المغرب تيخرج تيقلب على رزقه وتيجتهد وتيخدم. الاتحاد المسيحي للمغاربة الان هو مشغول ببناء الشأن الداخلي الكنسي. منين نوصلوا للبناء الكامل مش أترب، هذيك الساعة البرنامج الثاني ديال الاتحاد المسيحي المغاربة هو الخروج لمطالبة بالحق المدني. غتكون يقدروا يتأسسوا جمعيات مسيحية اللي غتطالب بحقها في عدة أشياء، كناس مواطنين مغاربة عندهم الحق في العيش الكريم. وكذلك هاد الاتحاد هذا المهام الأول ديالو هو ترسيخ فكر حرية المعتقد. الاضطهاد الذي يعانيه المؤمن المغربي هو اضطهاد من الأسرة ومن الأصدقاء ومن المجتمع. الاضطهاد اللي غنهضروا عليه هو إقصاء من المجال الثقافي، المجال الاقتصادي، من عدة مجالات. احنا كمؤمنين ما عندناش الحق نديروا واحد الجمعية مثلا، ولا نديروا مسرح، ولا يكون عندنا حق مثلا في دار الشباب باش نقدروا نعبروا حنا في ثقافتنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.